السلام عليكم ورحمة الله. أولا كل سنة وحضراتكم طيبين، تعود علينا وعليكم جميعا الأيام بخير وبصحة وسعادة وسلامة، آمين يا رب العالمين. طيب، أهم الأعمال في العشرة الأوائل من ذي الحجة، أو أفضل الأعمال اللي أنت يعني تعملها وتستغل الفرصة العظيمة دي. والحقيقة لنا أخوات معانا هنا على القناة طلبوا، بناء على طلبهم، عايزين ورد للعشرة الأوائل من ذي الحجة. طبعا يعني من أول الأوردة في ال10 أيام دول من ذي الحجة، إنك أنت تصوم إن استطعت الصيام. ما أنتش مغصوب على فكرة، لو حبيت إنك أنت تصوم ده شيء ممتاز. وخلينا بس ندي نبذة بسيطة عن استغلال الصيام، يعني الفرصة الجميلة دي انك انت تصوم ال10 أيام دول، ايه فايدتهم عليك، يعني بالاخص للناس اللي بتتعانى من امراض عضوية، وكمان الناس اللي بتتعانى دايما من اكتئاب او فيه ضيق او فيه مشاكل نفسية او فيه مشاكل روحية. الصيام له فوائد رهيبة في الأشياء اللي احنا بنعدها مع بعض دي. ومرة تانية خلينا نقول، إن استطعت إنك أنت تصوم أو أنت تصومي، ودي من أول الأوردة اللي تاخدها في ال10 أيام من ذي الحجة. طيب، والخطوة التانية هو التكبير، زي ما الحجاج بيعملوا بالظبط. خلي بالك، أنا وأنت هم مثلا ما عندناش استطاعة إن احنا ندفع ونروح نحج، ما معناش يعني المقدرة لكده. طب سؤال بقى، هل هنا ما ينفعش أعمل حجة في ال10 أيام دول في بيتي؟ والإجابة ينفع، ينفع إنك أنت تعمل حج يعني كأنك مع الحجاج بس في بيتك، بخطوات تعملها زي ما الحجاج بيعملوها بالظبط أو شبهها، من انك مثلا تكبر ربنا سبحانه وتعالى زي ما الحجاج بتعمل، لبيك اللهم لبيك، وتكتر منها في ال10 أيام دول. وكمان بقى يا جماله لو انت صايم ده شيء ممتاز. كمان انك انت برضو من ضمن الورد ده انك تعمله في ال10 أيام دول وتستغلهم الصدقات. ولو قلت لي انا ما معيش اتصدق، هقول لك لو انت حاسب ان الصدقات فلوس بس، لا طبعا، مفهومك يعني من اخ ليك غلط، لان الصدقات ممكن تكون كلمة، ممكن تكون يعني دعوة بالاحسان، تصدق على شخص مثلا ما عندوش معلومة وبيسألك على حاجة معينة وانت تجاوبه فانت كده تصدقت عليه. وكمان من اجمل الصدقات عند رب العالمين انك انت تشوف يعني مثلا حواليك ناس فيه مشاكل بيناتهم، تقدر تصلح العلاقات دي وتبقى وسيط خير، وتصلح النفوس دي لبعضها من اول تاني. معناها انك انت يعني صلحت، فضيت نفوس شايلة من بعضها، ودي من اعظم الصدقات عند رب العالمين. اذا يبقى هي مش فلوس بس، لا طبعا، ودي برضو من الخطوات الورد اللي تعملها في ال10 من ذي الحجة، انك انت تستغفر ربنا سبحانه وتعالى على كل ذنوبك. تحاول انك انت برضو من ضمن خطوات الورد ده انك انت يعني تقرب لكلام ربنا سبحانه وتعالى، وتقدر انك انت تقرأ، يعني تاخد بس سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، في ال10 أيام ده ممكن تقرأها كل يوم 7 مرات. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف سورة الإخلاص إنها تعادل تلت القرآن، لأنها كلها تعظيم لله سبحانه وتعالى. تقدر تعملها كل يوم 7 مرات ورا بعض، بس بهدوء، بوعي، بوعي، وأنا بقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، أقول وأنا عارف إن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد، اللي أنا يعني أكبر من مشكلتي، الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقني،
الله سبحانه وتعالى هو اللي رزقني، الله سبحانه وتعالى قادر ان هو يحميني من اللي بيكرهوني، من اللي بيؤذوني. وده بيعلي وبيقوي الايمان في القلب من اول وجديد. فال10 ايام دول من ذي الحجة ففعلا فرصة، فرصة انك انت تطهر نفسك المشحونة. يعني هما تخيل انك انت، يعني هما فضلهم زي شهر رمضان بالظبط. يعني لو طبقت صيامهم، لو طبقت وقفت الافعال المسيئة اللي انت بتعملها وانت عارف، وقفت فرمطت نفسك كده وعملت اعادة شحن للنفس بالطاقة الايجابية من اول وجديد، بالاعمال الحلوة، بالكلمات الطيبة، بان انك انت تفك مشاكل بين الناس وبعضها وتصلح ما بين الناس، دي شيء ممتاز. بان انك انت تاخد في ال10 ايام تكبر ربنا سبحانه وتعالى زي ما الحجاج بيعملوا بالظبط، شيء ممتاز. هتستفاد من الطاقات دي كلها. وخلي بالك الاعمال اللي احنا بنقدمها مع بعض دي بتعيد احياء الجسم من اول وجديد، وده اللي احنا عايزينه وانت عايزه وانا وانت وكلنا في قبله. بتعيد الاحياء من اول وجديد، بتسكن الطاقه الايجابيه، الطاقه دي الجميله اللي تحركك، الطاقه دي اللي تديك الباور بتاعك، البنزين اللي تتحرك بيه، يبقى عندك الشجاعه تتخلص من كل امراضك بكل سهوله. جسمك بيشحن، بيخرج الطاقه السلبيه وبيكتسب الطاقه الايجابيه من الاعمال البسيطه جدا دي اللي تعملها في ال10 ايام دول. يعني نصايحي ليك النهارده، عليك بورد قل هو الله احد 7 مرات في اليوم طوال ال10 ايام، مع انك تقرأ ما تيسر لك من القرآن، وياريت يكون من سورة البقرة او سورة البقرة كلها في يومك. ولو صمت، يعني لو بقيت عندك الحمد لله عندك استطاعة انك انت تصوم، الافضل انك انت ما تنامش بالنهار. كل ما بص، يعني عشان تبقى احنا نبقى فاهمين منظومة الصيام يا جماعة، الصيام في النهار تحديدا كل ما الجسم عطش وكل ما انت جعت، وطبعا انت موقف الحاجات دي، كل ما الجسم شحن الطاقة الإيجابية وخرج الطاقة السلبية. وممكن يكون خروج الطاقة السلبية دي في شكل عرق في الجسم، ممكن يكون في شدية الجوع نفسه والعطش، وخصوصا بقى ان احنا في الصيف والجو حر، دي وحدها عملية شفاء. لما الجسم يعرق وانا صايم وموقف الحاجات دي كلها وكمان بعمل ذكر مع ربنا سبحانه وتعالى في ال10 ايام دول بقى، ان كان استغفار او ان كان صدقات وده كمان ذكر، او ان كان دعاء، او ان كان ورد سورة الاخلاص زي ما بنقول لك كده بالظبط، شيء ممتاز. انت بتاخد منظومة من اول وجديد. الجسم بيرجع بالفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها فينا في الطفولة. بالفعل فرصة، فرصة انك انت تفضي كل اللي اتشحن في نفسك من السنين اللي عدت منك كلها، تفضيها. طبعا انت عارف انت بتعمل ايه، كل انسان فينا عارف غلطاته بيعمل ايه، ذنوبه بيعمل ايه، معاصيه بيعملها ازاي، سيئاته بيعملها ازاي. وده كله على مدار السنة بيشحن في النفس، انت ده كله بيتشحن في نفسك، بيتشحن في نفسك. فال10 ايام ده الفرصة انك انت تفضي بصورة كبيرة جدا اللي انت شحنته، اللي انت بأفعالك وأعمالك حطيته في نفسك. طيب هتقول لي ممكن انا ممكن اخد بورد مثلا استغفار، مفيش مشكلة، تقدر تعمل ورد استغفار مع ورد سورة الإخلاص. النبي عليه الصلاة والسلام وصفها إن هي يعني اللي يقرأ سورة الإخلاص 3 مرات في اليوم كأنه ختم القرآن، سورة الإخلاص. يعني شيء ممتاز جدا إنك أنت تاخدها في ال10 أيام دول مع التكبير زي ما الحجاج بيعملوا كده بالظبط، مع التكبير، مع الاستغفار، مع الصدقات، مع الصيام إذا استطعت. فركب بقى اللي أنا أخوك قاله لك ده كله مع بعضيه، وشوف أنت هتعمل إيه، وما تعديش
ال10 ايام دول منك كده، لانها فرصة عظيمة فما تضيعهاش من ايديك. ودول 10 ايام مش سنة، يعني الموضوع مش صعب ولا حاجة. وقف كل اللي بتعمله، وقف الغيبة، وقف النميمة، وقف الحقد على الناس، وقف الغل اتجاه حاجة معينة انت عايش بيها، انت عارفها بقى، انت يعني انت عارف انت عايش ازاي ووضعك ايه. اعمل فرمطة للحاجات دي كلها، خف في الكلام نفسه في ال10 ايام دول، يعني حاول انك انت تلتزم تخف من الكلام اللي بيطلع منك ده بنسبة، مثلا لو بتتكلم 100% خف، خليه 50 بس، خليه 30 بس، خف على قد ما تقدر عشان تستفاد من طاقة ال10 ايام دول. وهنا انت كده بتعمل حجة ببيتك من دون بقى ما تكلف نفسك، وتاخد اجر زيك زي الحجاج بالظبط عادي. يعني ربنا سبحانه وتعالى مطلع على نيتك، شايفك انت وضعك ايه، انت عايز ترجع له ازاي، انت بتتوب ازاي، انت بتنظف نفسك ازاي، لان النفس مش بتاعتنا، النفس بتاعته هو، فهو شايفك ومطلع عليك. وهنا انت بتحط ايدك على خطوات السعادة، بتحط ايدك على خطوات الفرج، بتحط ايدك على شحن الطاقة الايجابية، بتحط ايدك على اخراج الطاقة السلبية، بتحط ايدك على ابواب الفرج من حيث لا تحتسب. وخلينا نقول قبل ما اختم معاكم الفيديو، دي فرصة ما تضيعهاش من ايدك. انا النهاردة ما حددتلكش حاجة معينة اهو، اكتر من ان سورة الاخلاص في ال10 ايام دول اقرأها ما يقلش في يومك عن 7 مرات، وبنفس ما وصفت لك كده بكل هدوء. وبإذن الله، بإذن الله تطلع من ال10 ايام دول ربنا يحقق لك كل ما تتمناه، وربنا سبحانه وتعالى يغفر لك كل ذنوبك، وربنا سبحانه وتعالى ييسر لك كل أمورك. نحبكم في الله يا أحلى إخوات، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.